تخيل انه مثلا في يوم من ايام الاسبوع او بكل شهر في يوم اسمه يوم الخوف، يعني بهداك اليوم بروح الشعور بالامان. مثلا وانت طالع من بيتكم ممكن يوقع عليك حجر من السطح او يخطفك حدا، او انت مروح من شغلك تدور على سيارتك ما تلاقيها، رح تكره حالك هداك اليوم ويمكن ما تطلع من بيتكم. الشعور بالخوف بجهزنا للخطر. لما جسمك بحس بالخطر ببلش يطلق هرمونات. هاي الهرمونات بتعمل شغلتين، الأولى بتقلل نشاط أو بتوقف أجهزة بجسمك ما إلها علاقة بمكافحة الخطر زي الجهاز الهضمي، والشغلة الثانية إنها بتزيد كفاءة الأعضاء اللي بتساعدك على البقاء زي حدة النظر. إذا بتتعرض لموقف مفاجئ بصير في ضغط على مراكز معينة بالمخ، وبالتالي بزيد إفراز الأدرينالين اللي وظيفته زيادة طاقة الجسم. ردة فعل جسمك بلحقها تبعات زي مثلا رفع معدل ضربات القلب وسرعة ضخ الدم بالشرايين وتوسع الشرايين نفسها عشان تقدر تنقل كميات أكبر من الدم اللي بيحمل أكسجين للعضلات والخلايا. كميات الدم الزيادة اللي راحت للعضلات كانت بالأصل موجودة بالأعضاء الداخلية للإنسان أو بالدماغ. هاي التحضيرات كلها بتخلي الإنسان مستعد للقتال، بمعنى آخر بصير جسمك خارق لحد ما ينتهي مفعول الأدرينالين. الخوف إشي معقد جداً وأسبابه كتيرة، منها صدمات وتجارب ومنها أعراض جسدية أو نفسية زي الخوف من الأماكن المغلقة، حتى إنه مرات بنستخدم الخوف للمتعة زي الألعاب اللي بالملاهي أو لما تحضر فيلم رعب مثلاً. لكن إذا استمر الإنسان بالعيش تحت هذا الشعور بالخوف المزمن من الممكن إنه يتسبب له بمشاكل كبيرة، منها جسدية مثل إنه الخوف بضعف جهاز المناعة وبقلل الخصوبة، حتى إنه بسرع الشيخوخة وممكن يسبب الموت، أو إنه ممكن يسبب لك مشاكل خطيرة بالذاكرة، مثل إنه تنحفر فكرة إنه العالم مكان بيخوف جوا مخ الإنسان، والذاكرة تأكد على هذا الإشي، وبالتالي حياة الشخص رح تكون عبارة عن جحيم. تأثير الخوف على الدماغ إشي سيء، وممكن إنه يصعب عمليات معالجة المعلومات بالمخ، وهذا الإشي بيأثر على التفكير وممكن يصير عند الشخص اضطراب بالمشاعر. في هرم الاحتياجات النفسية اللي وضعه عالم النفس ماسلو بيجي احتياج الإنسان للشعور بالأمان في المرتبة الثانية. سبب احتياج البشر للأمان هو السعي للبقاء واللي هو شعور فطري. إذا حس الإنسان بالخوف طول حياته رح تتوقف عنده أشياء كتير زي الإنتاج والإبداع والتواصل، وهذا الإشي رح يسبب له تفكك بالمجتمعات واندثار بالحضارات، حتى إنه من الممكن إنه يهدد الإنسان بالانقراض. وعشان يضمن الإنسان استمراريته كان لازم يلاقي وسيلة حماية من الخوف واللي هي توفير الأمان. وجود الأمن بحياتنا مهم جداً للبقاء وتطور الحضارات، لأنه بخلي الإنسان يركز على أهدافه وبيساعده أنه يتطور ضمن مجتمع متماسك، وهذا الإشي هو سبب نجاح الحضارات. الأمن شعور مرتبط بكل جوانب الحياة، والشعور بالاستقرار مش مرتبط بس بالأمن النفسي أو الجسدي. إذا رجعنا لتقسيم العلماء لأنواع الأمن بنلاقي أنه الأمن الاجتماعي والبيئي والنفسي والغذائي وغيرها، كلها هاي أنواع من الأمن بتجتمع عشان تكون الشعور بالأمن بشكل كامل. يعني مفهوم الأمن ما بتوقف عند الحماية من القوى المعادية، لكن له معاني تانية زي الحرية، مقاومة الضرر والسرية، وهو كمان حالة ذهنية زي الأمن العاطفي اللي بتعني إنه يكون عندك الحق بالشعور تجاه أي إشي بحرية تامة. كلمة أمن دخلت اللغة الإنجليزية بالقرن 16، وكان اشتقاقها من الكلمة اليونانية سيكيوريس واللي تعني بدون قلق. مفهوم الأمن مختلف من دولة لدولة بوقتنا الحاضر. من الممكن إنه يكون تقديرنا للمخاطر بالوقت الحالي خطأ. على سبيل المثال بالولايات المتحدة الأمريكية الناس بيخافوا كتير من الموت من الزلازل، مع إنه الإحصائيات بتحكي إنه عدد الأشخاص اللي بموتوا لما يتزحلقوا بالحمام أكتر من اللي بموتوا بسبب الزلازل. مثال تاني بفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة جرائم القتل من قبل شركاء السكن أكتر من جرائم الإرهاب. هذا لا يعني إنه نركز على الأرقام الأكبر، لكن بنفس الوقت لازم يكون مفهومنا للأمن واحتياطاتنا من المخاطر أكبر.
لما نفكر بالأمن أكثر إشي بخطر عبالك هو الشرطة. تعالوا نشوف إيش قصتهم وكيف طلعت البشرية بفكرة رجل الأمن. كانت مهمة الشرطة بالعصور القديمة حراسة قلعة الملك أو الإمبراطور، بالإضافة أنها بتحافظ على الأمن بالأسواق وبتتعقب اللصوص. باليونان القضاة كانوا يستخدموا العبيد لفرض الأمن، وكانوا يشكلوا منهم مجموعات عشان تأمن الاجتماعات الهامة وتطارد المجرمين. أما بالنسبة لروما فكان منظور الدولة مختلف، واستخدموا الجيش عشان يوفروا الأمن ويفرضوا القانون. بالإضافة لهذا كانوا يستخدموا مخبرين متخفيين لنقل المعلومات المهمة. بعهد القيصر أغسطس شكلت فرقة اسمها فيجيليس، وكانت مهمتها إخماد الحرائق، يعني دورهم شبه دور رجال الإطفاء بزمننا، لكن كان في إنهم مهمة تانية واللي هي المحافظة على الأمن بالليل. لاحظ الإمبراطور إنه الجيش صار يسيطر على روما ويزيد نفوذه، فقرر إنه يخصص قوات أمنية ما إلها علاقة بالجيش عشان تحافظ على الأمن. خلال القرن التاسع قبل الميلاد بدت ممالك تشو جين في الصين تستخدم أتباع الدولة عشان يفرضوا القانون، وكان في إلهم مهمة تانية واللي هي نقل الأخبار للقضاء، وكان في عندهم اتصال مباشر مع الإمبراطور. أما في مصر فكان الموضوع متطور عندهم أكثر من مجرد استخدام قوات الأمن فقط، فكانوا يستخدموا كلاب وقرود مدربة على إنها تلاحق اللصوص وتمسكهم. مبدأ رجال الشرطة وتخصيصهم بزي موحد وتسليحهم كان موجود بالحضارة الفرعونية بس بشكل بدائي. بداية مراكز الأمن أجت على إيد الفرنسي نابليون بونابرت بعام 1800 ميلادي، لما اعترف برجال الشرطة وقرر أنه لازم يكون لهم مركز بكل مدينة بتجاوز عدد سكانها 5000 نسمة. بعد 30 سنة من قرار نابليون اعتمد الفرنسيين زي رسمي لرجال الشرطة، وكانت فرقة باريس أول فرقة شرطة بالعالم بتعتمد زي رسمي، وإنجلترا مشيت على خطى فرنسا بسبب ارتفاع عدد الجرائم. وبالفعل اعتمد مفهوم تنظيم رجال الشرطة مدفوعين الأجر، بسبب نجاح شرطة لندن انتشر مفهوم رجال الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هدفهم نشر الأمن. وكانت منظومة الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية تخضع لقوانينها الخاصة. واحدة من أدوار مركز الأمن هو التحقيق بالقضايا المعقدة، وهذا الإشي بتطلب ناس مختصين اللي هم المحققين. لما تسمع كلمة محقق بخطر على بالك المحقق الشهير شيرلوك هولمز، هاي الشخصية الخيالية اللي بتعرف تفاصيل كتير عنها زي المعطف تاعه وطاقيته المميزة وغليونه، حتى صاحبه العزيز ومساعده الدكتور واتسون وعدوه اللدود موريارتي، وقدرته على تفسير الأحداث وربط الحقائق مع بعضها عشان يطلع بتفسير منطقي للجرائم باسم القانون. ظهرت أول مرة سنة 1887 ميلادي على إيد الكاتب سير آرثر كونان دويل في روايته وقصصه، مع أنه معظم التفاصيل اللي بنعرفها عن هولمز أصلها من الرسام اللي رسمه ومن الممثلين اللي مثلوا شخصيته، يعني ما إلها علاقة بالقصص الأصلية اللي كتبها السير آرثر. طيب إيش علاقة هولمز بموضوعنا؟ أنا بحكي لك، سبب وجود المحققين لحل القضايا الصعبة اللي ما بقدر يحلها الشرطي العادي بتعكس صورة مستوى الإصرار على تحقيق القانون، وهذا الإشي بيأثر على المجتمعات بطريقة جيدة لأنه بولد عندهم شعور بالثقة عند المواطنين بمراكز الأمن إنها عن جد رح تحل أعقد القضايا. بمناسبة أعقد القضايا خلينا نحكي عن جزء مهم بمنظومة الشرطة بعصرنا الحالي واللي هو الطب الشرعي. المفهوم البسيط للطب الشرعي هو استخدام العلوم الطبيعية بالقانون. في كتير أدوار لهدول الناس زي تحليل مسرح الجريمة، ومنهم مهمته بالمختبر بحلل الأدلة، وجوه المختبرات كل شخص فيه له دور، منهم بحلل الحمض النووي ومنهم بحلل أدوات الجريمة. هدول الناس بيكون في عندهم شهادات جامعية بعلم الجريمة أو بالكيمياء أو بالأحياء مثلاً، وبعضهم بيكون مختص بالطب الشرعي، لكن كلهم عندهم إشي مشترك واللي هو البحث وتحليل الأدلة عشان يقدموها للمحكمة. بعيداً عن تعقيد الطب الشرعي خلينا نشوف أصل الأسلحة وكيف تطور السلاح من وسيلة صيد لأداة جريمة.
الدلائل على أوائل الأسلحة كانت عند الإنسان الأول، يعني تقريباً قبل 400 ألف سنة، بحيث كانوا يسنوا حجار ويربطوها بعصي ويستخدموها بالصيد. بالفترة ما بين 40 ألف و 25 ألف سنة قبل الميلاد اخترع الإنسان أداة صيد عن بعد، واللي هي إشي بيشبه المزمار بحطوا فيها سهم عليه سم. الأدلة بتحكي إنها بدأت بشمال إفريقيا وبعدين انتشرت بالعالم، وما زالت لهلأ مستخدمة بعصرنا الحالي عند بعض القبائل الإفريقية. في كهف في بولندا تم اكتشاف أول بومرانج، ورجع تاريخه ل 23 ألف سنة قبل الميلاد، انصنع بقرن الفيل وكان يستخدم بالصيد. أما أصل السهام فاختلف فيه العلماء تبعون الآثار، بعضهم بيحكي إنه كان أصله برجع ل 60 ألف سنة قبل الميلاد، وبعضهم بيحكي إنه أحدث من هيك بكتير وتاريخه برجع ل 20 ألف سنة قبل الميلاد. في العصر البرونزي، يعني قبل 5000 سنة قبل الميلاد، بدأ استخدام المعادن بتصنيع الخناجر والسيوف، ويقال إنه أصل السيوف أجا مع أساطير السلتيك اللي كانت في العصر الحديدي والبرونزي، وكانوا يرموها بالنهر على إنها قرابين لآلهتهم. بداية المنجنيق كانت سنة 500 قبل الميلاد على إيد الصينيين اللي اخترعوا منجنيق بيستخدم قوة 12 شخص عشان يقذف حجارة، بوصل مدى ل 125 متر. أما الإغريق فكان في عندهم نفس المبدأ للمنجنيق، بس بدل الحجار كانوا يرموا أسهم. في العصور الوسطى تطور المنجنيق وبدلوا قوة الرجال اللي بيستخدموها بقذف الحجارة بقوة الكتلة الساقطة. بين الفترة 800 ل 1300 ميلادي تم اختراع البارود بالصين، واللي غير فكر العالم عن الأسلحة. تم تطوير سلاح اسمه سهم النار، واللي يعتبر أول سلاح ناري بالعالم. الصينيين ما اكتفوا باختراع البارود، بل كمان اخترعوا الفتيل واستخدموه بأسلحتهم بالفترة ما بين 1368 و 1644 ميلادي. بالحرب الهندية البريطانية بين سنة 1750 و 1800 ميلادي، نجح السلطان الهندي فاتح علي تيبو باستخدام الصواريخ ضد الجيش البريطاني، وهذا الإشي دفع المخترع البريطاني سير ويليام كونغريف أنه يطور صاروخه الخاص اللي معروف بوقتنا الحالي بصاروخ كونغريف. أما المسدس فمخترعه اسمه سامويل كولت عام 1836. في القرن التاسع عشر اتطورت صناعة الأسلحة بشكل كبير، زي المسدس الأوتوماتيكي والسفن الحربية والغواصات الحربية والسترات الواقية. ومع بداية القرن العشرين زاد التطور وتم اختراع أول كاتم صوت لمسدس. خلال الحرب العالمية الأولى قدمت بريطانيا أول دبابة حربية سنة 1942، كانت أول محاولة للولايات المتحدة الأمريكية بصناعة أول قنبلة نووية، ونجحوا باختبارها سنة 1945 في نيو مكسيكو. بعدها بسبع سنوات تم تجربة أول قنبلة هيدروجينية على جزيرة مارشال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يمكن من أهم الاختراعات اللي غيرت مفهوم الحروب والأسلحة هو الدايناميت، واللي اخترعه ألفريد نوبل. مين نوبل وشو قصته؟ ولد ألفريد نوبل عام 1833 في مدينة ستوكهولم في السويد، وكان مخترع ومهندس وصناعي عبقري بوقته، لدرجة أنه سجل 355 براءة اختراع على مدى حياته. وكان من أبرز اختراعاته هو الدايناميت اللي نتج عن تطويره لبعض المواد المتفجرة. بنى نوبل شبكة ضخمة من المصانع بجميع أنحاء العالم لتصنيع المتفجرات والذخائر، وجنى منها ثروة طائلة لدرجة أنه كان واحد من أغنى الشخصيات بالعالم بوقتها. نوبل كان أعزب وما كان في عنده أولاد، فكان دائماً السؤال حول محتوى وصيته اللي وقعها عام 1895، واللي تبين بعد وفاته إنه وهب أغلب ثروته لتأسيس جائزة نوبل، مخيباً بذلك أمال عائلته وأقاربه اللي كانوا بيستنوا بالورثة. بس شو اللي خلى نوبل يتبرع بثروته لدعم جائزة بتحمل اسمه؟ أحد كتاب السيرة الذاتية بيقول إنه نوبل قرأ بيوم من الأيام عام 1888 نعيه بنفسه بصحيفة فرنسية. الصحيفة كانت بالخطأ خلطت بينه وبين أخوه، فنشرت خبر وفاة ألفريد نوبل بطريق الخطأ، وأدانت هاي الصحيفة قيامه باختراع الدايناميت ووصفته بلقب تاجر الموت. يومها الرجل فكر بالصورة اللي رح يشوفوه فيها الناس بعد وفاته، على الرغم من أنه كان يوصف نفسه بأنه من أشد المناهضين للحرب، فقرر ألفريد نوبل ترك إرث طيب يذكر به من خلال التبرع بمعظم ثروته لتمويل جوائز نوبل اللي تمنح اليوم للإنجازات المتميزة بمجالات الأدب والسلام والاقتصاد والطب والعلوم.
وأول جائزة نوبل كانت من نصيب هنري دونانت اللي شارك بتأسيس الصليب الأحمر عام 1901. مع بداية القرن 21 زاد تعقيد الأسلحة وقوتها بشكل رهيب، لدرجة أنه صار الإنسان هو أكبر تهديد للبشرية على كوكبنا. نرجع للسؤال اللي طرحناه بالبداية، إيش اللي بيخلي الإنسان يغير استخدام الأسلحة من الصيد لأنه يقتل بني جنسه؟ الجواب صعب وما بنقدر نتبع أصل النزاعات ولا أسباب زيادتها، لكن الدلائل المنطقية تحكي أنه أسباب النزاعات هاي هي الخوف والطمع. لما تسيطر هاي الأحاسيس على الإنسان رح يفقد القدرة على السيطرة على تصرفاته ويركز كل تفكيره على البقاء، حتى لو كان هذا الإشي بتطلب أنه يقتل بني جنسه. بعصرنا الحالي ومع توسع التكنولوجيا بشكل رهيب واستخدام الإنترنت بكل مجالات الحياة، طلع عنا مصطلح اسمه الجرائم الإلكترونية، مثل النصب والاحتيال والابتزاز وحتى سرقة المعلومات ونشر الإشاعات. الحل لهذه المشكلة كان عمل مؤسسات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، واللي بدورها بتحمي المواطنين وبتوعيهم كيف يحموا أنفسهم من هاي الجرائم. واحد من أهم الأمثلة على تطوير الجانب الدفاعي والأمني بالأردن هو مركز كادبي اللي تم تأسيسه قبل حوالي 20 سنة بعام 1999 كمؤسسة عسكرية مدنية مستقلة بتعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية. باختصار هذا المكان عبارة عن مركز أبحاث عسكري، الهدف من تأسيسه هو توفير الحلول الدفاعية والأمنية من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة السلم والأمن. والأمن هون مش بس بمعناه التقليدي بهذا المركز، في كمان أكاديمية مختصة بتطوير القدرات في مجال أمن المعلومات بهدف حماية البنية التحتية للمعلومات والخدمات الإلكترونية من أي هجمات إلكترونية. مع الوقت ورغم أنه لسه في حروب شغالة وإنتاج السلاح لسه شغال، لكن الآن بالنسبة لتاريخ الحضارة البشرية إحنا هلأ عايشين بأكثر الفترات أماناً وسلاماً بالتاريخ، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية اللي أدرك بعدها العالم أنه الحرب مش حل. في ظل نظام اقتصادي عالمي بيشبك كل الدول مع بعض بيخليها تعتمد على بعضها بالصناعات والتكنولوجيا والخدمات، العالم هلأ بطل مناسب إله إنه يعيش بحرب، لأنه رح ينهار بسببها كتير من التجارة والتكنولوجيا والصناعات اللي هم أساس الاقتصاد بعالمنا اليوم. عشان هيك نلجأ لطرق تانية، يا منتفاهم عشان المصالح المشتركة، يا منحكمهم بالعقل بدون بلبلة وحرب رسمية. احتمالية موتك اليوم بسبب الانتحار أعلى بثلاث أضعاف من احتمالية وفاتك بسبب الحرب. التحضر جبل للأمان والحماية والسلام وأساسيات الحياة، لكن يبدو أنه لسه ما أعطى البشر السعادة. أحياناً تحتار شو كان أنسب للبشر، أنك تعيش بأمان بدون ما تجرب شعور الاندفاع والخوف والدفاع عن حياتك من أجل البقاء كل يوم، ولأنك تقعد ببيتك بأمان بعيداً عن المشاعر هاي كلها اللي بتخليك تقدر قيمة حياتك. مع هيك الأمان والسلام هو المستقبل، يمكن أجا الوقت اللي لازم نحط فيه حياتنا البدائية ورانا وندرك إنه إحنا زي بعض رغم الاختلاف، بصراعنا من أجل بقاء حضارتنا البشرية لازم نوقف كلنا مع بعض ضد التحديات الكبيرة من أجل البقاء.